عقب الجولة التفقدية للرئيس السيسي، فرحة غامرة تنتاب أهالي قرية الحصص بالدقهلية للمشروعات الخدمية والتنموية. خلال مشاركته في منتدى حوارات روما، وزير الخارجية يؤكد أهمية العمل الدولي للدفع نحو تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية. والاتحاد الأوروبي يعتمد سقفا لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. أعرب أهالي قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارتها بالأمس عن سعادتهم بالمشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات. تشهد القرية تنفيذ عدد كبير من المشروعات من خلال المشروع القومي لتنمية الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة. وقال الأهالي إن الافتتاحات توفر كافة الخدمات التي تحتاجها القرية، وهو ما يخفف العبء عليهم ويحسن مستوى معيشتهم وصولا إلى الحياة الكريمة. قرية الحصص ترحب بكم، لكن هذا الترحيب قد يكون مختلفا هذه المرة بعد أن حظيت القرية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بهذه القرية التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية. زيارة لاقت ترحيبا واسعا من أهالي القرية التي تأتي بالتزامن مع المشروعات الخدمية التي غيرت شكل القرية وجعلت الحلم حقيقة. أنا دعيت له، هو رد علي وقال الله يكرمك. أنا بقول له ربنا يبارك فيك يا رئيس، أنت شرفت افتنه وربنا يكبر خاطرك زي ما جبرت بخاطرنا وجاتلنا. فقال لي شكرا. فاحنا ما عندناش غيره، ما لناش رئيس غير هو، فعمل لنا الطرق، الغاز، كهرباء، مجاري. ما كانش عندنا مجاري هنا ولا في القرى اللي حوالينا، ما كانش فيها مجاري. كل ده اتعمل لنا في سنتين، ده هم من سنتين ثلاثه بس. والله شيء جميل، وحسيت بالفرحه ان رئيس دوله بسم الله ما شاء الله راجل محترم وكويس جاء عمل حاجه كويسه في قلب القريه، وشيء جميل، وطرق ووحدة صحية ومدارس وكل حاجة جميلة يعني ما شاء الله. طبعا فرقت جدا يعني حياة. نشكر سيادة الرئيس على الخدمات اللي هو أوصى بها، وحياة كريمة برضو هنا في المنطقة في البلد، من خدمات غاز وطرق وصرف صحي، مدارس، وحدة صحية، ومجمع خدمات المواطنين. يعني اتعمل عندنا هنا إنجازات في البلد بصراحة. يعني قرية الحصص تأتي ضمن 26 قرية تابعة لمركز شربين، تمتع مواطنوها بمشروعات مبادرة حياة كريمة التي انتهت من تنفيذ مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي ووحدة طب الأسرة، بالإضافة لمدرستين تعليميتين ومركز تأهيلي ومشروعات الصرف الصحي، لتنقل هذه المشروعات القرية نقلة نوعية في تقديم الخدمات والتيسير على أهالي القرية. قرية الحصص هنا طبعا تنفذ فيها مجمع خدمات على أعلى مستوى، مجمع زراعي، مدرسة ابتدائي ومدرسة إعدادي، رفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب، صرف صحي، رصف، كهرباء، انترنت، غاز طبيعي. البنية التحتية بالكامل تم تغييرها، وقدرنا نوصل لآخر بيت هنا في القرية ووصلنا له مية وصرف. طبعا المشروعات اللي تمت من خلال مبادرة حياة كريمة مشروعات في جميع المجالات، المجالات الاقتصادية، المجالات الاجتماعية، المجالات الصحية، المجالات الرياضية، في حتى المجالات الخدمية، في جميع المجالات تمت المبادرة فيها وغيرت وجه الأرض. في مش قرية الحصص لوحدها، لا، في 26 قرية التابعة لمركز ومدينة شربين. أولا الشعور لا يوصف. زيارة الرئيس يعني زيارة تاريخية بالنسبة لقرية الحصص. وأنا طلبت من سيادة الرئيس امبارح طلب واحد بس في المكتبة، طلبت إن يخصص يوم 1 ديسمبر من كل عام يكون عيد قومي لقرية الحصص. ربنا يخلي لنا سيادة الرئيس، وعمل لنا حاجات عمرنا ما كنا نحلم بها ولا بعد 100 سنة.
وما شاء الله عمل لنا المجمع ما كناش نحلم بيه، وزيارته ديت شرفتنا، كنا بنستناه من سنة من اتنين من تلاتة. جميع المبادرات قدمت أفضل خدمات في الوحدات الصحية. حضرتك احنا بنقدم في العيادات الأسنان والجراحة والبطنة والأشعة. طبعا احنا بنشكر فخامة الرئيس على المبادرة الجميلة اللي قدمت لنا حاجات احنا ما كناش نتخيل ان هي تكون موجودة في قرية زي قرية الحصص. حلم كان بعيدا واصبح اليوم قريبا في واقع يلمسه اهالي قرية الحصص بالخدمات المقدمة من هذه المشروعات، فضلا عن زيارة الرئيس السيسي التي كانت رسالة طمأنينة وتأكيد على ان الدولة لن تتوانى لحظة عن توفير الحياة الكريمة للمواطنين. اليوم نشهد معا مشهدا جديدا من مشاهد الإنجاز التي تتحقق بسواعد المصريين. قادرون على تخطي كل هذه التحديات من خلال التلاحم والتكاتف بين الشعب المصري العظيم وجميع مؤسساته. هذا وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أول مدينة كجيل الرابع على أرض الدلتا، حيث تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط بطول 15 كيلومترا على البحر المتوسط. كما تعتبر المنصورة الجديدة شاهدة على النهضة والتطور الكبير الذي تشهده مصر، خاصة وأن يوم الافتتاح شهد عددا كبيرا من الفعاليات، وذلك في محبة أبناء مصر جميعا بلا استثناء. يوم رائع من تاريخ هذا الوطن، ذلك الذي شهد إضافة رقعة عمرانية جديدة إلى أرض مصر، وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس. إنها مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط دلتا مصر وتطل على البحر الأبيض المتوسط. يوم إنجاز ويوم تأكيد على أن العمل والصبر هما السبيل نحو نهضة هذه الأمة. هكذا كانت رسالة الرئيس إلى المصريين خلال يوم أمس الذي شهد عددا كبيرا من الفعاليات في محبة أبناء مصر جميعا بلا استثناء. ويظل المواطن المصري هو بطل قصتنا القومية على مدار تاريخ أمتنا الوطني، فهو وحده بناء هذه الأمة وكنزها الباقي بلا فناء أو نهاية إن شاء الله. الرئيس السيسي شدد أيضا على أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لبناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع عبر الجمهورية، كما أشار إلى أن بناء المدن الجديدة ليس رفاهية. والحقيقة التي يجب أن تشاركونني فيها هي أن بناء المدن الجديدة لا يمثل رفاهية، بل هو ضرورة قصوى في ضوء هذه الزيادة السكانية المضطردة والحاجة الملحة لامتدادات عمرانية متكاملة. ولأن أوضاع المصريين الاقتصادية في صلب الاهتمامات، فقد أشار الرئيس السيسي إلى ما تقوم به الدولة في مواجهة الأزمة وإجراءات الحماية الاجتماعية. وأنا على ثقة كاملة ويقين مطلق في أن مصر بقدراتها وقدرات أبنائها قادرة على تحويل كل أزمة إلى فرحة. ولأن اليوم كان حافلاً، فقد قام الرئيس بتسليم عدد من مواطني محافظة الدقهلية عقود تملك شقق سكنية بالإسكان الاجتماعي. كما قام الرئيس السيسي بتكريم عدد من أبناء محافظة الدقهلية لتفوقهم في مجالات عدة، ثم جاء تفقده جامعة المنصورة الجديدة، ثم زيارته لإحدى مدارس مدينة شربين ولقاؤه طلاب المدرسة. يوم حافل تضمن أنشطة عديدة قام بها الرئيس في محافظة الدقهلية، عكست الإصرار على أن تشمل التنمية والبناء كل شبر من أرض مصر، والأهم هو الاهتمام بالإنسان المصري وتلبية احتياجاته في كل المجالات. على
أعلنت وزارة الداخلية مدى فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية الشهر الجاري لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% تخفيفا عن كاهل المواطنين. كما تشارك منظومة أمان بطرح سلع عبر منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. حيثما توجد مبادرة كلنا واحد توجد التخفيضات على كافة أنواع السلع، فالمرحلة 23 من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية وقررت مد فعالياتها حتى نهاية شهر ديسمبر وفرت كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%، وهي امتداد لمراحل المبادرة السابقة التي انطلقت للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، وهو الهدف من حرص الوزارة على مد فعاليات المبادرة. حبك علينا يا بلدي فرض وهنبقى جنبك للنهاية. مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية وأفرعها المنتشرة على مستوى الجمهورية في هذه المرحلة من المبادرة، والتي تصل إلى 34 سلسلة ب 1051 فرعا على مستوى الجمهورية، وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مشتركين في مبادرة كلنا واحد من أول ما بدأت، بنوفر كل السلع من رز، مكرونة، سكر، كل السلع موجودة بكميات كبيرة ومتوفرة وبأسعار مخفضة تحت إشراف وزارة الداخلية. بشكر فعلا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرة الجميلة اللي بيعملها، لأن فعلا الأسعار في متناول الجميع. يعني أنا تملي باجي هنا باخد كل السلع الاستراتيجية الموجودة هنا. الحمد لله رب العالمين، الحاجة متوفرة جدا، مبادرة كلنا واحد شغالة على حاجات كتيرة جدا، الأسعار ممتازة، كل حاجة الحمد لله فضل الله متوفرة، وده بفضل توجيهات السيد الرئيس. أنا اللي دايما ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك. وحرصت الوزارة على التنسيق مع كبار التجار والموردين لإقامة شوادر وسرادقات بالشوارع والميادين الرئيسية تتضمن معروضا كبيرا من السلع المتنوعة بالتخفيضات المعلن عنها. استمر فعاليات المبادرة حتى الآن بيترجم حرص وزارة الداخلية والسادة العارضين والمشاركين في المبادرة على تنفيذ تعليمات السيد الرئيس، وهي ضرورة الوجود مع المواطن، ضرورة توفير السلع الاستهلاكية اللي بيحتاجها المواطن. فاحنا بنطمن المواطنين من اللي المبادرة معاكم موجودة في كمية كبيرة جدا من المعروض، ودي كانت توجيهات السيد الرئيس، وبنفس الأسعار مفيش أي زيادة فيها إطلاقا. الأسعار كويسة لحد كبير، وكل السلع موجودة وسعرها أرخص من بره، في الخصومات كلها شغالة. نشكر الرئيس طبعا على المجهودات اللي معمولة دي، ونشكر وزارة الداخلية على المكان اللي متوفر هنا وتوفير مكان او حاجه بالاسعار اللي زي دي مختلف عن الاسعار اللي بره، دي حاجه كويسه يعني. والله كنت جاي الخيمه في مبادره كلنا واحد، لقيت كل حاجه موجوده وكل السلع موجوده، وحتى الرز اللي كنت بلاقوش بره تملي باجي الاقيه هنا موجود، والاسعار خياليه في متناول الجميع. وبنشكر سياده الرئيس وكل وزاره الداخليه كلها ومبادره كلنا واحد. انا اللي دايما ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصه لاي حد يمس حبه من تراب. كما تم توجيه قوافل من السيارات المحملة بالسلع الغذائية إلى الشوارع والميادين الرئيسية والأماكن الأكثر احتياجاً لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار المبادرة بنسب تصل إلى 60%. مبادرة كلنا واحد بالتعاون مع وزارة الداخلية أتاحت لنا الفرصة، ساعدتنا كتير في التنسيق، إن إحنا بنروح الميادين والقوافل، بنخش الكرة في أماكن كتير. إحنا عاملين كميات كبيرة من الأرز متاحة من وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الداخلية وبأسعار مميزة جدا، ومش لازم المواطن ياخد كميات كبيرة، كده كده العربيات موجودة كل يوم وبتوفر كل الأصناف، فالمواطن قادر ياخد المنتجات اللي هو محتاجها بس، وكده كده العربيات موجودة على طول وبتوفر كل الأصناف. المبادرة بتاع كلنا واحد جميلة صراحة، يعني السلع متوفرة كلها، والرز والسكر وكل حاجة، الأسعار جميلة، فرق عن بره طبعا. احنا بره بقى الحاجات دي أغلى، فيا ريت المبادرة تبقى موجودة على طول. أنا جبت رز وزيت ودقيق لبيتي بصراحة، حاجات جميلة جدا، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكر وزارة الداخلية. ربنا يخليك يا سيسي يا رب لمصر والشعب مصر. منظومة أمان ومن خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية تتوفر فيها السلع تشارك في المبادرة بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام، وجميع المنافذ موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.
كما قامت منظومة أمان بتوفير عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة وطرحها على المواطنين بأسعار رمزية. والله حاجة ب 150 جنيه، يا السيسي يعملها لنا ب 50 جنيه، كتر خيره والله. فيها كيس مكرونة، كيسين مكرونة وواحد رز وواحد سكر وواحد زيت وفي تونة. أنا شايف إن الحاجات اللي فيها بصراحة أكبر بكتير، أكتر من القيمة اللي هي موجودة في اللي إحنا دفعناها ال50 جنيه. شكرا يا ريس على المبادرة اللي حضرتك عاملها لنا، والأسعار كويسة جدا وإحنا كلنا مستفيدين منها، وتحيا مصر. حبك علينا يا بلدي فرض، وهنبقى جنبك للنهاية. وتستمر فعاليات مبادرة كلنا واحد لتحقيق مزيد من تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الدولية التي تؤثر على أسعار السلع، وبهدف تحقيق التكافل مع المواطنين. مبادرة كلنا واحد مبادرة إنسانية واجتماعية، تحرص وزارة الداخلية على استمراريتها من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وهو ما تسعى إليه المرحلة 23 من المبادرة التي توفر احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة تصل إلى 60%. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 638 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 787 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة. تم ضبط 25 طنا في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض. تم ضبط 720 طنا. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط 42 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 901 قضية، من بينها 205 قضايا خبز ناقص الوزن و 241 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية العمل الدولي للدفع نحو تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى حوارات روما، حيث دعا شكري إلى العمل على تعزيز الآليات الدولية للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على الدول النامية. كما استعرض إمكانات مصر الهائلة كمركز إقليمي للطاقة وأطر التعاون المختلفة مع الشركاء المتوسطين في هذا المجال. كما أشار شكري للأولوية التي توليها مصر للدفاع عن مصالح القارة الأفريقية وتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المشتركة والتصدي لتحديات الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وافق الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل. تأتي موافقة الاتحاد الأوروبي بعد أن أعطت بولندا الضوء الأخضر للقرار الذي يسمح للاتحاد الأوروبي بتحديد سقف لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا، حيث كانت بولندا الدولة الوحيدة التي لم تدلي برأيها في هذا الإطار حتى اليوم. بينما يتطلب اتفاق من هذا النوع إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن القرار الأوروبي بشكل رسمي الأحد. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الضربات المكثفة لجيشه على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا ضرورية ولا مفر منها. تصريحات بوتين جاءت خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز. وأفاد الكرملين بأن بوتين أشار إلى أن القوات الروسية قد تفادت منذ فترة توجيه الضربات الصاروخية على بعض الأهداف في أوكرانيا، لكنها أصبحت مضطرة الآن لذلك لمواجهة ما وصفها بهجمات كييف الاستفزازية. من جهته حث شولتز بوتين على سحب قواته من أوكرانيا بشكل فوري.
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على المفاوضات بشأن تسوية محتملة في أوكرانيا، إلى أن رفض الولايات المتحدة الاعتراف بالأراضي التي ضمتها روسيا من أوكرانيا يعيق التوصل لتسوية محتملة. وفي تصريحات له قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن رئيس روسيا الاتحادية كان دائما ولا يزال منفتحا على إجراء مفاوضات من أجل ضمان المصالح الروسية. وأكد بيسكوف أن الوسائل الدبلوماسية السلمية هي أفضل طريقة لتحقيق المصالح الروسية، وأن بوتين كان ولا يزال منفتحا على إجراء اتصالات والدخول في مفاوضات. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس جو بايدن يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا ولا يرغب في اندلاع حرب عالمية ثالثة. وأضاف بلينكن خلال تصريحات متلفزة أن واشنطن تواصل النقاشات مع موسكو خشية من استخدامها الأسلحة النووية، الأمر الذي اعتبره كارثة بحسب تعبيره. قالت صحيفة واشنطن بوست إن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تدرس توسيع برنامج تدريب القوات الأوكرانية ليشمل مئات والآلاف من العسكريين الذين سيتم تعليمهم كيفية تنفيذ حملات معقدة في قاعدة في ألمانيا. أضافت الصحيفة أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يسعى بالتنسيق مع مسؤولين كبار آخرين في البنتاغون لتنفيذ خطة لتوسيع تدريب الجيش الأوكراني. وبحسب معلومات الصحيفة فإن هذه الخطة تتضمن تدريب الجيش الأوكراني ليتمكن من تنفيذ حملات تتطلب مهارات عالية ضد الجيش الروسي. انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO بشكل طفيف في نوفمبر، مسجلا تراجعا لشهر الثامن على التوالي منذ ارتفاع قياسي في مارس عقب الأزمة الأوكرانية. قالت المنظمة إن مؤشر أسعار الغذاء الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا سجل 135.7 نقاط في المتوسط الشهر الماضي، انخفاضا من 135.9 نقاط في أكتوبر. وساهم تمديد اتفاق بواسطة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب من أوكرانيا لمدة 120 يوما الشهر الماضي في تراجع المخاوف بشأن تعطيل الأزمة الأوكرانية للتجارة الضخمة عبر البحر الأسود. أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن التقدم العالمي نحو تحقيق كفاءة الطاقة قد تسارع هذا العام نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والاختلالات في إمدادات الوقود، إلى أنه لا يزال غير كاف لتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ. دعت الوكالة الحكومات لإعطاء الأولوية للجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني ووسائل النقل، حيث إنه لا يمكن تلبية طموحات تقليل الانبعاثات والحد من ارتفاع درجات الحرارة من خلال التركيز على التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة. حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن السياسات المالية التي تتبناها بعض الحكومات الأوروبية قد تؤدي لارتفاع الطلب، مشيرة إلى ضرورة أن تعمل السياسات المالية النقدية بالتزامن لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن. هذا وقد رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق هذا العام لكبح التضخم الذي وصل لخمسة أضعاف المستوى المستهدف له عند 2%. لا تزال هناك توقعات بسلسلة من قرارات الرفع، وذلك خلال الأشهر المقبلة، إذ أن ارتفاع الأسعار قد يحتاج لسنوات لاحتوائه.
كشفت الولايات المتحدة عن قاذفتها الاستراتيجية الشبح الجديدة B-21 رايدر التي يمكن تشغيلها بلا طاقم والقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى، بالإضافة إلى استخدام أسلحة تقليدية. تخطط وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون للحصول على ما لا يقل عن 100 نسخة من هذه الطائرة الجديدة العالية التقنية التي صممها تكتل الصناعات نورثروب جرومان. كشفت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية عن أن سول فرضت عقوبات جديدة على 8 أفراد و7 وكالات على صلة ببرامج الأسلحة الخاصة بكوريا الشمالية، ذلك في عقاب إطلاق بيونغ يانغ المتكرر لصواريخ باليستية، منها صاروخ باليستي عابر للقارات في الشهر الماضي. كانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان قد فرضت عقوبات على مسؤولين كوريين شماليين على صلة ببرامج الأسلحة في بلادهم، بعد أن أجرت بيونغ يانغ أحدث وأكبر تجربة لها لصاروخ باليستي عابر للقارات الشهر الماضي. وصلت قوافل وصل الخير 4 نشاطها في مختلف المحافظات، حيث يواصل فريق مؤسسة حياة كريمة توزيع صناديق الحماية الاجتماعية على الأهالي من الأكثر احتياجا، وذلك في عدد من القرى بمحافظة قنا بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه. وتأتي قوافل وصل الخير بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيدا للجهود ولضمان وصول المساعدات للمستحقين وذلك بشكل عادل. شهد المئات من أبناء قرية الطويرات بمحافظة قنا أحد العروض المسرحية ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع الإنتاج الثقافي لوزارة الثقافة. يستهدف مشروع مسرح المواجهة والتجوال خلال مرحلته الثالثة التي انطلقت في سبتمبر الماضي الوصول إلى 250 قرية من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 19 محافظة، حيث تطوف العروض المراكز والقرى والنجوع، فيما لاقت العروض تفاعلا وحضورا جماهيريا كبيرا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول استقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية. وأوضح المركز أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها، يتم استغلالها وبشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفقا لشروط الواقفين. وأضاف أنه يتم توظيف عوائد الوقف في خدمة الدعوة الإسلامية وتحسين أحوال الأئمة وخدمة القرآن الكريم وعمارة المساجد وأعمال البر وفق آليات قانونية ورقابة مشددة، وذلك من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة. أقامت سفارة الإمارات بالقاهرة احتفالا بمناسبة العيد الوطني 51، وذلك تحت رعاية سفيرة الإمارات بالقاهرة مريم الكعبي وبمشاركة سفراء الدول العربية والأجنبية وعدد من الشخصيات العامة وبعض من الجالية الإماراتية بمصر. انطلق الاحتفال تحت شعار روح الاتحاد، حيث شمل الاحتفال عرضا لرقصة من الفولكلور الإماراتي وعزفا للنشيد الوطني المصري والإماراتية. وإلى أخبار كأس العالم، حيث تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى دورة 16 بكأس العالم 2022، وذلك بعد فوزه على نظير البرتغالي بهدفين مقابل هدف وحيد في ختام دور المجموعات بالمونديال. بهذا الانتصار رفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة ليحسم التأهل، خلفا للمنتخب البرتغالي الذي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.
تغلب منتخب أوروغواي على نظيره الغاني بهدفين نظيفين ضمن مواجهات المجموعة الثامنة بكأس العالم 2022، ودع المنتخبان النهائيات بهذه النتيجة بعدما رفعت أوروغواي رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف كوريا الجنوبية، بينما تجمد رصيد غانا عند 3 نقاط في قاع الترتيب. إلى أخبار الطقس مشاهدينا، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا نسب طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأحيان. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع. أخبار الطقس مشاهدينا، نكون قد وصلنا لنهاية جولة التاسعة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. عقب الجولة التفقدية لرئيس السيسي فرحة غامرة تنتاب أهالي قرية الحصص بالدقهلية بالمشروعات الخدمية والتنموية. وخلال مشاركته في منتدى حوارات روما، وزير الخارجية يؤكد أهمية العمل الدولي للدفع نحو تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية. الاتحاد الأوروبي يعتمد سقفا لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن برنامج التاسعة لا زال يتواصل مع دينا عبد الكريم. مساء الخير يا دينا. مساء النور يا هام، مبسوطة جدا أكون معاكم. مساء النور عليك يا رجاي. مساء الخير.
أكيد يعني. النهاردة دايما في نهاية الأسبوع بتبقى فيه موضوعات مختلفة، فإن شاء الله ربنا يوفقك النهاردة وهنتابعك بالتأكيد. شكرك يا ريهام. هو يعني إحنا مهما ناقشنا فامبارح صدى افتتاح المنصورة الجديدة ما زال مستمر، فإحنا حقيقي النهاردة مهتمين أننا نناقش ده في فقرتنا الرئيسية، وعلى مدار الحلقة كمان هنتابع كل اللي بيحصل على مدار الأسبوع. موفقة إن شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا، شكرا رجائي، شكرا ريهام، شكرا كل فريق نشرة التاسعة. نبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة.